للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة موفد القناة الأولى والتلفزيون المصري محمد عبد الله. محمد، يعني بعد التحية ضعنا في الأجواء لديك، تابعنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومراسم الاستقبال الخاصة له كضيف شرف رئيسي في الاحتفالات الخاصة بعيد الجمهورية. نعم محمد، ونحن الآن في محيط القصر الجمهوري الذي يتم استضافة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل رئيسة الجمهورية الهندية. ما لمسناه هناك حفاوة استقبال بالغة من الجانب الهندي ودفء في العلاقات عكسته التصريحات المتبادلة من الجانب المصري والجانب الهندي. وكما كنا نتابع تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الجمهوري منذ قليل، بالأمس كانت هناك تغريدة من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي والتي رحب فيها بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتواجده في الهند وبدعوته إلى الاحتفال مشاركة الهند في الاحتفال بيوم الجمهورية. وبدله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغريدة أخرى عبر فيها عن سعادته العميقة بتواجده مع أشقائه في الهند. نحن نتحدث إذن عن علاقات دافئة ما بين الجانبين قد ترفع مستوى هذه العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي وما يطمح إليه الجانبان نظرا لقوة العلاقات وأواصر الصداقة التي تعلي قيمها في هذا التوقيت. هناك محطات أخرى تعكس أهمية هذه الزيارة. اليوم سوف يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء لقائه سيادته برئيسة جمهورية الهند، هناك لقاء آخر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل وزير الخارجية الهندي. وبالتأكيد الحديث سوف ينصب عن الخطوط العريضة في السياسة الخارجية لكلتا البلدين واللتان تجمعهما التحرك وكسب الصداقات من مختلف الأطراف. فمصر تكون تتبنى سياسة أنها على مسافة واحدة من كافة القوى الدولية والإقليمية، وهو ما أيضا هذه السياسة تتبناها الهند. هناك لقاء آخر أو زيارة سوف يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي زيارة رمزية تعكس أيضا عمق العلاقات والصداقة ما بين الجانب المصري والجانب الهندي. سوف يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة ضريح أندرا غاندي ووضع إقليل من الزهور على الضريح في إشارة أيضا إلى ما تكتسبه هذه الزيارة من علاقات قوية وعلامات بارزة في تاريخ العلاقات الهندية المصرية. هناك لقاء هام سيجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا اليوم بمقر رئاسة الوزراء مع رئيس الوزراء الهندي، وسوف هذا اللقاء هو لقاء هام للغاية سيترتب عنه شكل العلاقة المستقبلية ما بين مصر والهند في المرحلة المقبلة، خصوصا أن هناك مثلما أشارت وسائل إعلام هنا هندية بدعوتها للمستثمرين بضرورة أن يستثمروا ما بين هلالين، وما قالته هذه الصحف الفرصة الذهبية للاستثمار في مصر. هناك تسابق شديد ما بين رجال الأعمال الصينيين للاستثمار في مصر وكسب أو التعامل مع المزايا الاقتصادية الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وهناك رغبة هندية كبيرة في الاستثمار مع الجانب المصري فيما يتعلق بمنطقة الحرة بقناة السويس. وهناك عدد من الصناعات الهامة يريد الجانب الهندي أن يركز عليها خلال المرحلة القادمة، منها صناعة الدواء وأيضا التعاون الهام ما بين مصر والهند في التجربة المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر. الهند تحتاج هذا الأمر بشدة، هناك اتفاقيات تم توقيعها ما بين الجانبين المصري والهندي يصل إلى 8 مليارات دولار، وزاد عنها أن وقعت شركتين أخرتين اتفاقات ب3 مليارات دولار. إذن كل هذه الأمور وهذا التعاون ما بين الجانبين يتحرك على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وأيضا العلاقات القوية والثقافية التي تجمع الشعبين المصري والهندي. إليك محمد. يعني لعلك أشرت يعني في كلامك الآن محمد أنه الملف الاقتصادي والتعاون الاقتصادي والاستثمارات بين مصر والهند في مقدمة أو في أجندة المحادثات واللقاءات التي سيجريها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من واقع المتابعة لوسائل الإعلام الهندية ومتابعة أيضا يعني المحللين والمراقبين السياسيين لديك أبرز القضايا وأبرز الموضوعات المطروحة أيضا للحوار
ما بين الجانبين المصري والهندي. نعم محمد، الجانب الاقتصادي بالتأكيد يحتل أولوية لدى الجانبين، الجانب سواء مصر أو الهند. الهند من الدول الصاعدة ومن أكبر الدول التي حققت مؤشرا اقتصاديا خلال الخمس سنوات الماضية، وهناك لقاء هام للغاية يعقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بعد عصر اليوم، وسوف يكون هناك مائدة مستديرة ولقاء مع عدد كبير من المستثمرين الهنديين وأصحاب الشركات الهندية. يعني كانت رغبتهم أن يجتمعوا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على المزايا والفرص السانحة للاستثمار في مصر، وأيضا للتعبير عن رغبتهم في مزيد من الاستثمارات في الجانب المصري. هذا اللقاء لقاء هام للغاية، وبالتأكيد سوف يكون هذا اللقاء سيعقبه خطوات أخرى لفتح المجال لرجال الأعمال الهنديين وللشركات الهندية لمزيد من الاستثمارات في الجانب المصري. الجانب الاقتصادي يكتسب أولوية خاصة في هذه الزيارة. هناك رغبة كبيرة من الجانب الهندي لتدشين مزيد من التعاون مع الجانب المصري، وبالأخص في صناعات بعينها مثل صناعة الأدوية. الهند يريدون أن تكون مصر هي المكان أو نقطة انطلاق وبوابة للأسواق الأفريقية ولأسواق أخرى، نظرا لأن مصر تتمتع بعلاقات شراكة مع عدد من الدول الأفريقية وعدد من الدول الأخرى، ومن ثم يريدون أن يكون هناك استثمارات وأن يكون هناك استثمار في قطاع الأدوية. الهند كما يقولون هنا هي صيدلية العالم، ومن ثم هم يريدون تطوير صناعاتهم من خلال فتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع الجانب المصري. أعتقد أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة ويحتل مع اللقاءات الأخرى التي يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي، بالإضافة مع المسؤولين الهنود الآخرين. يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بدفع الملف الاقتصادي ودفع علاقات التعاون المشترك فيما يتعلق في المجال الاقتصادي قدما إلى الأمام. الاستثمارات المشتركة أو الاستثمارات الهندية حتى هذه اللحظة تبلغ 20 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصاد المصري. أعتقد أن هذه الزيارة سوف تدفع كثيرا هذا الرقم قدما إلى الأمام. الجانب المصري وما لاحظناه من الوفد المشارك المصاحب لسيادة الرئيس لزيارته إلى الهند، هناك وزراء الكهرباء والاتصالات وأيضا وزير الخارجية بالتأكيد. كل هذه الملفات بالتأكيد سيكون هناك اتفاقيات مشتركة يتم توقيعها ما بين الجانبين المصري والهندي. الهند متقدمة للغاية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهناك اتفاقيات وتعاون مشترك ما بين وزارة الاتصالات المصرية ونظيرتها في الهند، ومن ثم نحن نتحرك على فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي أو مستوى العلاقات الثنائية، نتحرك على مسارات مختلفة. وأن هذه الزيارة أو زخم العلاقات السياسية يلقي بظلال كثيفة على العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والهند. نعم محمد. محمد عبد الله، موفد التلفزيون المصري من محيط القصر الجمهوري بالهند أو تحديدا من نيودلهي، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.